السلام عليكم حبايبي، حياكم الله وياكم وسام جيمز وكل شيء على البلاي ستيشن. راح اكون وياكم متواصل حياتي طبعا كل حبايب، حياكم الله ومشكورين على دعمكم للفيديوهات اللي انزلها. طبعا مقطعنا لهذا اليوم هو كومبات فري، باكيت كومبات فري. راح تشوفون هو الباكيت شيء راح يتكون من شنو، راح نزل على البلاي ستيشن بلس. اذا تملك بلاي ستيشن بلس او تملك كول اوف ديوتي كولد وور او كول اوف ديوتي وور زون، راح تقدر تاخذ هذا الباكيت مجاني مع شخصيه مثل ما تشوف هاي الشخصيه هسه حاليا، مع سكن للسلاح وميداليات وكول اوت وامبلم. باكيت حلو ومرتب، يعني تعرفون الكومباتات الباكيت راح يكون 20 يورو 20 دولار او 15 او 10 دولار. هالمره مجاني مثل ما تعرفون، لان هم ينزلون مرات مجاني للناس اللي تملك بلاي ستيشن بلس، ينزلون لهم باكيت مجاني. خلينا نشوف محتويات الباكيت شنو. مثل ما هنا أنا نزلت لكم باللعبة وشرحت لكم عليه، ردكم تشوفون الشخصية شكلها هاي مثل ما شفتوا، والشكل للأسلحة. وبعدين نشوف شنو الباكيت راح متكونات. تحياتي لكل الحبايب ومشاهدة ممتعة.